تكرار طالما مرتبط لازم القيمة أو رقم أو شرط، يبقى فيها شرط في الموضوع. فأنا بقول على سبيل المثال أنا عايز أطبع جدول الضرب، نقول له اطبع طالما تطبع إيش هتكون؟ نقول له اطبع حاصل الضرب، حاصل الضرب هذا منجز يكون في معادلة في الأول، صح؟ الحاصل يساوي 10 ضرب العداد، العداد هذا ايش بده يكون؟ انا بحكي لك اياها بطريقه ايش عكسيه عشان انت اول كده تفكر. العداد ايش بده يكون؟ لو انا بدي اضرب حاصل الضرب من 1 ضرب 10 لغايه 12 ضرب 10، يبقى العداد هيبدا ب 1 ويزيد 1 1 1 1 لغايه 12. يبقى في الاول خالص هي هي باش بقول له العداد يساوي 1، تمام؟ بطل العداد يساوي 1، وبعدين باش بقول له هيك الحاصل بده يساوي 10 ضرب مين؟ ضرب العداد، اطبع حاصل الضرب، تمام؟ عشان انا اخلي العداد يمشي ايش بعمل؟ هذا دائما هيك، العداد يساوي العداد زائد، عشان يزيد العداد يمشي ولا حيضل ثابت. طيب هذه الخطوات لو سبتها هيك وعملت انا كده ايش صار؟ لا مش حيضلوا لسه لانه خلص ما رجعش. هي الخط شايف؟ امشي مع السهم. هل حيرجع؟ لا هو حيجي العدد بواحد، الحاصل حيساوي 10 ضرب 1 بكام؟ ب 10 حيطبع هنا 10. حيزود العدد بواحد ساعة ضرب 2 ويقطع. كيف اخليه انا يمشي؟ بتيجي هنا ايه؟ ما بحطوش على النهايه هاي. بعد العداد باخده كده بروح على الحاصل، تمام؟ هيك بصير لما يوصل عدد واحد يروح وين؟ يخلي العدد الحاصل يساوي 10 ضرب 2 بكمل. هذه بتعمل تكرار لا نهائي. ليش؟ لانه يعني فيش شرط يوقف التكرار، صح ولا غلط؟ احسب معي هاي العدد بواحد، الحاصل بيساوي 10 ضرب 1 ب 10، تمام؟ اطبع الحاصل طبع 10، زود العدد بواحد صار 2 طلع فوق، الحاصل 10 ضرب 2. طب مين اللي هيوقف لي؟ ما حدش وقف لي. طب كيف بدي اوقف انا؟ بدي شرط، بدي شرط. وين بحط الشرط؟ باجي هنا بحط الشرط. بين هنا بحط الشرط، إذا العداد أكبر من 12، أنا بتدل رقم واحد 12، من واحد لغاية 12، إذا كان أكبر من 12، يعني 12 لا كمل، إذا أكبر من 12، إذا نعم، إذا لا عفوا، إذا كان أكبر من 12، هي نعم وهي لا. إذا أكبر من 12 اطبع. أنا خلصت. إذا لا كمل. إذا لا إيش أعمل؟ أكمل. تمام؟ نعيد؟ تعالوا بدي أصغر التكرار وبدي أعمل له تتبع، يعني بدي أضرب أنا العشرة في 5 مرات بس. ابدوا معي. هاي التكرار، هيك الواحد ممكن يعمل تتبع للبرنامج تبعه، يعمل اختبار للبرنامج، يعمل اختبار للبرنامج. ايش بعمل؟ باش بقول اول حاجه العداد كان بيساوي 1، الحاصل بده يساوي 10 ضرب 1 ب 10، تمام؟ طبعا العداد صار بيساوي قديش؟ 2. هل 2 اصغر من 5؟ تمام؟ 2 اصغر، 2 اكبر من 5؟ لا. وين حروح؟ حكمل. يبقى الحاصل بده يساوي 2 ضرب 10 ب 20، طبعا العداد صار 3، الثلاثة أقوى من 5؟ لا، حيكمل، الحاصل حيصير يساوي كام؟ 30، العداد بيصير كام؟ زود عليه 1، صار 4، الأربعة أقوى من 5؟ برضه لا، حيروحش عامل، حيطبع 4 ضرب 10 يبقى 40، هيزود العداد صار كام؟ 5، 5 أكبر من 5؟
برضه لا، يبقى هيكمل 5 ل 4 10 ب 50، هيطبع ال 50 هيزود عدد واحد صار 6، ال 6 اكبر من ال 5 نعم هيطبع. يبقى هيك الضرب عمل حاصل الضرب للجدول من 1 لغايه 5 في ال 10. فاهمين عليا؟ واضح كلامي؟ هاي الشرط اللي خلاني اوقف الموضوع. ماشي حالي؟ هذه العملية، هذه العملية شفت كلها بتصير؟ فاكرين أول سؤال أخذناه في التدريبات لما قلت لك تاخد درجات الطالب وتحسب المتوسط تبعهم في أول محاضرة، وقلت لي أنا قلت لي كيف أخذ تبقى المجموع مرة واحدة. الآن بقدر بالتكرار أقول له أدخل درجتك الأولى وحطها على المجموع، أدخل درجتك الثانية وحطها على المجموع، أدخل درجتك الثالثة وحطها على المجموع. يعني دائما التكرار يا عاصم خليك معايا، دائما التكرار بيلزمني لما يكون في عندي اكثر من عمليه نفس بعض. كله اقرا، اقرا المدخل، اقرا المدخل، اقرا المدخل. واضح؟ او اضرب 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 نفس الشيء وتغير عندي عداد ثاني. واضح؟ تغير عندي عداد ثاني. في مشكله في هذه؟ طيب الان هذه انا كيف بدي اعملها بالسي دي كود؟ يعني كيف بدي اعملها بالشيفرة المزين؟ فهذا مجنون شارب. تمام؟ لو واحد قال لي لا بدي نفس السؤال تعمل لي اياه كتابة. ها؟ سيد الكود. ايش بعمل؟ كيف بمثل التكرار هذا؟ ولا حاجة، برضه سهلة خالص. بمثل التكرار بكلمة كذب. بمثل التكرار بكلمة ايش؟ كذب. باجي هنا في الأول خالص بقول له اجعل العداد يساوي 1. يقول لك المعادله الحسابيه بتحطها في السي دي كود ايش؟ كلمه اجعل. بقولش ادخل لان انا عارف قديش بدي اياها، بديها 1 مش عايز ادخل. بعدين كرر الخطوات التاليه طالما العداد اقل من أو يساوي 5. أنا عايز الخمسة في الموضوع، صح؟ هنا وصلنا للخمسة، خدناها ضربنا 5 في 10. كرر الخطوات التالية طالما العداد أقل من أو يساوي 5. الخطوات اللي هيكررها بدخل وين؟ بدخل جوه عشان يعرف إن هذه الخطوات تابعة للشرط. تابعة لمين؟ تابعة للشرط. بقول له اطبع الحاصل يساوي 10 ضرب مين؟ العداد. ممكن اقول له اطبع الحاصل يساوي واضرب العشرة في العداد زي ما انت عايز. بعدين اجعل العداد يساوي العداد زائد 1. خلاص هيك. هو عايز ايش؟ يكرر يكرر يكرر، يزود ويطبع، يزود ويطبع، يزود ويطبع. واضح؟ لما يخلص هنا بقول له ايش؟ خلص من غير حاجه. مفيش عايز النهايه ولا في شيء. شايفين مسألها؟ يبقى عملية التكرار بقول له كرر ولازم اربطها شرط، والا بيصير عندي تكرار ماله؟ سميه لا نهائي، انفاينايت لوب. انفاينايت لوب يعني تكرار لا نهائي. واضح كلامي؟ هيك احنا بالنسبه للتدريبات بكون تقريبا خلصنا. في بعض التدريبات في الباور بوينت انت شوفها وهناخدها في محاضره المناقشه اللي معاكم اللي هي ساعه يوم ايش؟ يوم الثلاثاء اظن او ما شابه يوم الاثنين في عندك محاضره مناقشه. ايش اي حدا عنده شيء مش عارفه بيقرا التدريبات وبيجيني. الان بس خلينا نشوف خطوات هامه لبناء اي برنامج اللي هي في السلايد اللي قدامك هذا. خطوات هامة لأي برنامج، أي برنامج بتبنيه، برنامج كود الآن. تمام؟ يعني بعد ما نخلص مرحلة الخوارزميات اللي قدامك وهذه ونتشبع منها ونفهمها كويس ونعطيك أي مسألة تعرف تكتب الخوارزمية تبعتها، المرحلة التالية إني آخذ الكلام هذا وأعمل فيه كود. طب إيش الخطوات اللي لازمة للموضوع هذا؟ أول مرحلة مرحلة التفكير. مرحلة التفكير، والتفكير هذه مرحلة بتحتاج حاجتين. تفكير مرحلة تحتاج حاجتين، الحاجة الأولى الهدوء في الامتحان خصوصا، ولما تكون مرتبك خصوصا
اهم شيء ايه؟ الهدوء. يعني لما تجيك مشكله لو انت مرتاح مش راح تحلها، لازم تهدى تبدا تحل، تفكر بهدوء. اثنين، بيلزمك فيها الخرابيش. بيلزمك فيها الخرابيش. الناس اللي بتشوفنا كلمه خرابيش هاي مش موجوده في اي علم برمجه، لكن احنا انا بحكيها تمام، يعني ما يقابل التفكير. بدل ما تفكر بس بذهنك، لا فكر بالورقه والقلم وخربش. الخربشه بتساعدك انك تفهم وين الحل رايح. تمام؟ الخربشه احنا خربشنا زيها في المرحله الثانيه. بعدين في مرحله اسمها مرحله التخطيط. مرحله التخطيط هذه هي مرحله الخوارزميات. انك بتكتب الخوارزميه. بتوثق الخوارزميه. سواء فلوت شارت او بسيزو كود. يبقى احنا الان في المرحله اللي احنا فيها هذه، هذا مرحله رقم اثنين في بناء اي نظام. مرحلة التخطيط. المرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ. إن أنا باخد الخوارزمية هذه سواء الفلوت شارت أو الرسيد كود، وببدأ بأي لغة برمجة بعرفها سواء جافا أو سي شارب أو فيجوال بيزك أو أوراكل أو أي برمجة اللي بعرفهم، ببدأ أنا أبرمج النظام. يعني بتصير فيها كلمة العداد بتساوي واحد على سبيل المثال، تشوفوا بعد فترة أنت حتى عارف تكتب انتجر كاونتر يساوي واحد وتتفصل مضبوط. هذه الجملة جملة برمجة. هذه الجملة جملة بشر. فأنت في المرحلة التالية حسيت تكتب بإيش؟ أكواد يفهمها مين؟ الكمبيوتر. آخر مرحلة هي مرحلة الاختبار. مرحلة الاختبار، وهذه بيكون فيها اثنين نوعين من الناس، المستخدمين والمتخصصين. انت كمبرمج بتخلص شغلك بتفحصه، بتعطيه صاحب الشغل. صاحب الشغل في عنده ناس متخصصين وفي عنده مستخدمين عاديين. بيطرح الشغل بقول لهم جربوا لي اياه. شوفوه بيلبي رغباتنا ولا بيلبيش. لو بيلبيش رغباتنا بنرجع للمبرمج بنقول له في عندك اخطاء عدل. المبرمج بيصير يعدل. واضح؟ هذه القواعد الهامه لبناء اي نظام. دائما هتلاقي في السلايد اللي معانا في المساحه هذا بالذات، مع كل تمرين بنحله هيطلع معاك السهم اللي في الباور بوينت اللي قدامك. السهم هذا فيه ثلاث حاجات، في التفكير، التخطيط، التنفيذ. وانا معنى ان احط لك اياها في كل سلايد ليش؟ عشان كل سؤال يجي معاك دائما على طول تركز ان انا لازم في الاول افكر صح. ما تبداش بالحل، ابدا بالتفكير. بعدين ابدا بالتخطيط. قول كيف بدي احل السؤال هذا؟ بدي اعمل واحد اثنين ثلاثه بتاخد خوارزميه او فلوت شارت اللي تلاقيه سهل بعد كده. انت مش مجبر على حاجه، بالامتحان ممكن يجبرك، لكن انت في حالتك العمليه انت حر، اللي تلاقيه لك اسهل استخدمه. اخر حاجه التنفيذ. يبقى اخر مرحله انك تمسك مساله البرنامج تكتب كود برمجه. اول حاله تفكر، ثاني حاله تخطط، في الاخر بتبرمج. واضح كلامي؟ حد عنده سؤال؟ حد مش فاهم شيء؟ طيب نتيجة المحاضرة